بحر الصين الجنوبي اسم لطالما يتم تداوله منذ سنوات، ولطالما كان محل نزاع بين الصين والدول المجاورة وحتى الغرب، لا سيما الولايات المتحدة. لكن ما هي القصة وما هي قصة هذا البحر، ولماذا كل هذا النزاع، ومن يتحكم به؟ تفاصيل كثيرة تحيط بهذا البحر، بداية من الموقع الاستراتيجي. يقع بحر الصين الجنوبي غرب المحيط الهادئ، وتبلغ مساحته 3.5 مليون كيلومتر مكعب، ويعد هذا البحر مع البحر المتوسط أكبر بحار العالم، وقد اكتسب أهمية استراتيجية وبخاصة بعد نمو التجارة العالمية، حيث تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية. كلما زادت أهمية هذا البحر، زادت أيضا أهميته الاستراتيجية، كونه يحوي 7 مليار برميل نفط كاحتياطي محتمل، و900 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مصائد الأسماك الغنية، وهو ما جعل الدول المطلة عليه تتنافس في الاستيلاء على الجزر المتناثرة فيه، التي يتجاوز عددها 205 جزر، أشهرها براسل وسبرالتي، وعدد من الصخور والرملية والشعاب المرجانية، معظمها غير مأهولة بالسكان، ويتشكل بعضها من عدد قليل من الصخور. وتطالب دول أخرى مطلة على هذا البحر في المنطقة، مثل ماليزيا وتايوان والفلبين وفيتنام وبروناي، بأجزاء من بحر الصين الجنوبي، خصوصا جزر سبرالتي التي كنا قد ذكرناها، في حين تؤكد الصين باستمرار أن البحر جزء من أراضيها وبحارها الداخلية. تتخوف الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى من سيطرة بكين على المنطقة البحرية، التي تعد شريان حركة التجارة العالمية، وكذلك لديها أهمية استراتيجية قصوى. لذلك تقترب واشنطن من دول المنطقة، وتشهد السنوات الأخيرة زيادة التعاون العسكري مع بلدان هذه المنطقة لكسر الهيمنة الصينية التي يحاول الجانب الصيني فرضها على منطقة النزاع، حسب طبعا الولايات المتحدة.